كيف يمكن تمكين المرأة اقتصادياً؟ هل هذا التمكين يساعد على استقرار الأسرة؟ لماذا أصبح الفقر عاملاً لتفكك الأسرة؟ هاي الحالة في رقبة الطرفين، الدين عنده دور والدولة عندها دور. المعلم والإعلامي والكتاب والمنهج له مع مؤسسات المجتمع دور في تشكيل الشخصية. لازم أن تتحقق مستوى عالي في بناء الإنسان الجيد. تمكين المرأة يجب أن لا تتخلف المرأة، تكون في مقدمة مع الرجل.